See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Why so serious? You talking to me? I'll be back. I'm gonna make him an offer again. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا في فيديو جديد وحلقه جديده، وده تاني رياكشن معانا النهارده بعد ما عملنا تريلر رياكشن لمرعي لمرعي البريمو. عندنا مش عارف ليه مصمم ان انا اقول عليه مرعي البريمو مش مرعي البريمو. ده تاني تريلر رياكشن على طول ورا بعض كده في السخان كده على السريع للفيلم المفروض المنتظر في عالم الرعب او عالم ذا كونجرينج يونيفرس، وهو فيلم الدنان الجزء الثاني. الجزء الاولاني كان سيء جدا جدا جدا، وانا شايف من وجهه نظري ان ذا نان الجزء الاولاني كان اسوأ فيلم اتعمل في عالم ذا كونجرينج اتسلف. يعني انا ما عجبنيش نهائي، ما كنتش فاكر حتى كان تقييمي كام للفيلم، بس التقييم انا متاكد ان هو كان سيء. اللي متحمس له شويه ان المخرج بتاع الفيلم ده هو المخرج اللي اسمه مايكل شافيز. مايكل شافيز ده اخرج فيلمين لسلسله افلام كونجرينج او ذا كونجرينج يونيفرس، وللأسف الفيلمين كانوا من أقل الأفلام، يعني اتحطوا برضو تحت بند ذا نان. يعني ذا نان كان أسوأ حاجة، بعديه على طول الفيلمين دول كانوا برضو السيء للأسوأ. يعني المخرج مايكل شافيز هو معروف في أفلام الرعب، هو اللي كان أخرج قبل كده The Curse of Lyrona. The Curse of Lyrona ده نفس المخرج وبرضو مايكل شافيز اللي كان برضو عامل The Curse of Lyrona ده معانا برضو في عالم الكونجرينج، عشان تبقوا عارفين يعني الفيلم ده داخل معانا في كونجرينج يونيفرس عشان اللي مش الناس اللي مش عارفة. وهو اللي اخرج كمان فيلم The Conjuring The Devil Made Me Do It، وهو اخر جزء لفيلم The Conjuring، كان الجزء الثالث تقريبا ولا الجزء الرابع ولا ما انا فاكر. الفيلم كان سيء برضو جدا، انا ما عجبنيش خالص، وكان بجد يعني كنت تمنيت انه هيبقى حاجه احلى من كده بكتير، بس بصراحه الفيلم كان سيء جدا. يعني ذا كونجرينج الاولاني والثاني برضو قفش على نفس الحوار زي انسيديوس الاولاني والثاني، وبعد كده اللي باقي شكرا. وكونجرينج الاولاني والثاني واللي بعديه كان بصراحه في المهلبيه خالص. سمعت ان هم هيعملوا كونجرينج جديد، وادينا عندنا ضنان جديد. لسه كنت بحكي لكم والله في انسيديوس، ولسه غالبا احتمال هيعملوا انا بالجديد، فهم تقريبا عايزين يتوسعوا بقى في موضوع اليونيفرس ده، دخلوا بقى الناس وبتاع. فيلم من بطولة تيسا فارميجا، هي نفس البنت بتاعت الجزء الأولاني اللي كان اسمها سيستر آيرين، وهي نفس الممثلة بتاعت الجزء الأولاني، وهي على فكرة هي أخت الممثلة اللي اسمها فيرا فارميجا اللي هي كانت بتعمل أصلاً سلسلة The Conjuring اللي هي بتبقى مرات باتريك ويلسون في الفيلم. يعني هي دي أختها في الحقيقة، عرفتها شبهها جداً يعني. طبعاً كالعادة ما شفتش التريلر ولا مرة، هشوفه معاكم دلوقتي لأول مرة. ذا نان الجزء الثاني، يلا بينا. Something here. What did you see? What did she do? She's standing there. Rejected by God. Wants that power back. ماشي اوكي. حلو، التريلر حلو ومش وحش، بس برضو نفس الحوار يا جماعه. يعني برضو يعني مش عايز اكون تقيل برضو على الفيلم، برضو نفس الموضوع. الجزء الاولاني كان حلو، انا اتخضيت حته تخضب التلازينة. يعني الجزء الاولاني كان التريلر بتاعه كان حلو، بس الفيلم بتاعه كان رايح في 60 داهيه. يعني في 8 سبتمبر، غريب ان هو هينزل في سبتمبر مش في اكتوبر، حسيت الفيلم اكتر ممكن ينزل في اكتوبر بقى وهالوين وبتاعه. ماشي، احنا ده يعتبر اوفيشال تريلر نسبة ترقبي لفيلم ذا نان الجزء الثاني عالم ذا كونجرينج يونيفرس. ممكن يبقى 6/10 نسبة ترقبي للفيلم، ما اعتقدش يبقى اعلى من كده، لان الجزء الاولاني برضو لما جيت اتفرجت على التريلر وعملت له تريلر رياكشن، تقريبا عملت له تريلر رياكشن، نسبة ترقبي كانت عالية جدا، لان اصلا شخصية ذا نان ده يعتبر يعني شخصية ذا نان دي اكتر شخصية في عالم كونجرينج اللي كانت احسن حاجة يعني، وجم بوظوها في الفيلم اللي عملوه يعني، وتعملوا ماركتنج بالعبيط وبتاع. فبصراحه كانت الاكسبكتيشن كانت في العلو وفي الهاي، فيلم خسف بيها الارض. فعشان كده مش عايز ادي
نسبة ترقب عالية للفيلم ده عشان ما اخشش برضو باكسبكتيشن عالية وفي الاخر الاقي نفسي في الارض يعني. بس دي كانت حلقتنا عن تريلر ستيفلر رياكشن عن فيلم ضنن الجزء الثاني لعالم كونجرينج يونيفرس. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات ثانيه قريب. ما تنسوش تعمل سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برضه تعمل سبسكرايب للقناه الثانيه اللي اسمها هوبالون وتيك تو. هسيب لكم اللينك في الديسكربشن. لو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضه هسيب لكم اللينك في الديسكربشن. وباي باي.